واحنا بنتكلم النهارده عن التربيه الحديثه، منوراني واحده من الامهات المشهوره جدا على السوشيال ميديا، مش بس لوحدها لكن هي وبنتها، وعلاقتهم بقت اشبه بقدوه للامهات التانية، والناس بتشوفها عايزه تبقى زيها وتتعلم منها وتشوف علاقتها ببنتها وازاي يبقوا زيها. منوراني النهارده سيره يوسف اسراء، بس محب تدلع نفسها من زمان قوي فغيرت اسمها، او الشهيره بام فايا، او ام فايا من غير بقى اي حاجه. ازيك يا سيره؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت اسراء بس سميتي نفسك سيره. هو مش انا اللي سميت نفسي، اسم شهره بقى. هو اسم، لا ده اسم دلع من وانا صغيره قوي. مامتي وابن خالها كانوا عمالين يخترعوا كده اسامي دلع، هي مامتي كرييتيف قوي في اسامي الدلع والحاجات دي، فكانت عايزه اسم ما يبقاش دلع قد ما يبقى اسم يعني نندهلها بيه، فاختاروا سيره ده، فبقى سيره. كان دلع في الاول، بعد كده لما طلعت على السوشيال ميديا هي الناس تقريبا ما اقتنعتش باسراء، يعني حسوا لا هو انت سيره، لان برضو الاكونت بتاعتي من وانا في اعدادي السوشيال ميديا اكونت بتاعتي بنفس الاسم، ما غيرتهاش. انت عندك اكونتس على السوشيال ميديا من اعدادي؟ من زمان قوي، وانا عندي اكونتس على السوشيال ميديا. يعني انت عالم السوشيال ميديا والكونتنت ده من زمان؟ لا بس مش ككرييتور، كشخص عادي يعني موجوده معاكوا على، بس واضح ان موضوع الكرياتيفيتي ده في العيله. انت كمان رحت سميتي بنتك فايا، باباها بقى باباها هو ال يعني هو كرييتيف برضه. باباها جيم ديفلوبر اصلا. انتوا قاعدين بتفكروا طول الوقت ازاي نخلي اللي حوالينا اغرب وخلاص. ايوه بالظبط كده، بنتنافس في مين فينا الاغرب. فقلنا فايا. فهو قال فايا على اسم فايا يونان، هي مغنيه سوريه وهو بيحبها جدا، وهي ما شاء الله بنت صوتها جميل جدا، فسميناها على اسمها. فهو بيكرش على مغنيه فسمى بنته عليها. كلاون قوي صح؟ والله انت اوبن مايندد ومتفتحه ولذيذه جدا من اول اسم البنت. ربنا يخليك. طب احكي لي بقى، انت دخلتي عالم السوشيال ميديا ده قريب ولا من زمان؟ انت بتقولي يعني عندك اكونتات من بدري، لكن اكيد المحتوى بتاعك ده مش ما بقروش كتير. لا خالص، انا المحتوى بتاعي بادئ في شهر 10 اللي فات كمحتوى انا وفايا مع بعض، او كمحتوى عن الامومه. قبلها كنت ام برضو، بس كنت بطلع لوحدي احكي للناس مواقف. هو الموضوع اصلا كله بدا بان انا كان عندي شركه في السوشيال ميديا، وقبلها كنت بشتغل في مجال السوشيال ميديا كمجال، يعني فاهم حضرتك. انت اشتغلت كمان في حاجات تعليق صوتي كتير. ده دي شغلانتي بقى، لان انا خريجه اعلام، فانا بعتز بصوتي قوي، ومن ساعه ما اتخرجت وانا بشتغل بصوتي في كل حاجه. يعني تقريبا عملت كل انواع الكونتنت اللي يتعمل بالاصوات، عملت دوبينج، عملت اعلانات، عملت تسجيل كتب صوتيه، تسجيل مناهج صوتيه، عملت اي في ار، يعني كل المحتوى او اغلب المحتوى اللي بالصوت انا عملته. وبعدين دخلت في السوشيال ميديا في حته الستوري تيلينج، لان انا بحس ان انا بحب احكي قصه، او بعرف احكي قصه، يعني انا مؤمنه بده. وكان عندي شركه قبلها في الديجيتال ماركتنج، وكنت بشتغل في الديجيتال ماركتنج برضو، بس حسيت كده ان مفيش حد امن بيا للاخر، يعني عارف اللي هو كل خلاص الناس بقيت صاحبه شركه، يعني ما بدات اصلا صاحبه شركه، شركائي بقى تقريبا ما امنوش بيا. رحت ما بلاها. كنت عايزه اعمل حاجه، يعني امسك نفسي كده ككلاينت، اطبق على نفسي كل الاستراتيجيز اللي في دماغي. اي شركه يعني؟ وانت اختلفوا معاك عشان انت كشركه عايز تشتغل على نفسك؟ لا، اختلفناش مع بعض، ده حبايبي جدا، وفضلنا نشتغل مع بعض، وكانوا متضايقين جدا ان انا مش هكمل، بس انا حسيت ان انا فعلا محتاجه امسك نفسي كده ككلاينت، واطبق بقى على نفسي. كان هدفك ايه؟ الاستراتيجيز اللي انا اثبت لنفسي ان انا شاطره كايه؟ كمشهوره، كناجحه، يعني كان كتيره، يعني انا بعرف ماركت نفسي ولا لا. تعالي نجرب، عملت اكاونت، فقررت ان انت هتبقي كلاينت نفسك لنفسي وتتعاملي مع نفسك ككلاينت. فابتديتي تعملي ايه؟ فكرت الاول ان احنا محتاجين نعمل اكاونت على اكتر بلاتفورم بوبولار دلوقتي، هيكون ايه؟ تيك توك. هو ليه بوبولار؟ طيب بدات اعرف ليه تيك توك. انا ما اعرفش المفروض اقول اسامي بلاتفورمز ولا لا، تيك توك ولا يعني مش محتاجه. فهو ليه اكتر اكاونت بوبولار؟ لان هو عليه الفئه اللي هي الجين زي، او اللي احنا بنسميهم اندر ايج، دول اللي ماسكين الموبايل فونز 24 ساعه، هم دول اللي بيشيروا البراندز عموما. اكبر براند قهوه في العالم اللي احنا دلوقتي مقاطعينه، يعني اللي شهروا هم الجين زي، لان هم اكتر ناس لما بيحطوا لا ده اساسي. داخلة فين؟ داخلة ما انا داخله لمين بقى؟ داخله تيك توك. فتيك توك مين اللي موجودين؟ شباب بالظبط. فانت محتاجه علشان توصلي لهم تكوني شبههم،
فعملتي ايه؟ دماغك شبههم، بتتكلمي شبههم، مش بنفس المصطلحات قوي ولا بنفس ال، بس اصل محتوى الامومه ده ملوش علاقه خالص بالجنس، يعني دول لسه وبعدين لا على فكره يعني هصحح لك المعلومه قدام، بس هو لا هم كمان بيتابعوني. هي الفكره كلها ان المحتوى بتاع الستوري تايم ده كنت انا حابه احكي قصص حصلت بيني وبين اهلي، قصص شخصيه كلها بيرسونال، لان خلي بالك انا في الاول وفي الاخر داخله اعمل بيرسونال براندنج، انا داخله ابراند نفسي، مش داخله براند او فلازم عشان يبقى براند جامد وراه قصه حلوه، لازم نعمل قصص. طب القصص دي ابداها بمين؟ انا وبابايا واخواتي الاسره. طب دي يعني انا هستفيد ايه بيها يعني كجنزي؟ انا مالي يعني؟ لا، انت لو عندك شخص اندر ايج في البيت عنده من 11 ل 18 ولا 19 سنه، انت لو هو ماسك الموبايل وبيتفرج على واحده بتتكلم عن ابوها باحترام، بتتكلم عن امها باحترام، ان هي كانت بتحترمهم جدا، انه حتى لما بابا يعني انا في ستوري كده حكيتها لهم مره، انا بابا لطشني بالقلم، قلت لهم فضلت واقفه كان حتى بقول لهم كان في بقي البانه مش عارفه اكمل اكلها ولا تفقع ولا اللي من كتر ما انا مش قادره. دي ليه اصلا حاجه بالنسبه للجنريشنز الجديده حاجه مش هتطلعني خارقه، ما كنتش عايزه اعمل نفسي خارقه، انا كده كده يعني، ودايما بقول لهم الكلام ده، مفيش حد ما تعملوش من حد قدوه اصلا، مفيش حد خالص. انت مش عايزه تبقي قدوه او تبيني كقدوه؟ انا كل اللي انا عاوزاه ان انا اوصل ليكوا طريقه تعامل، طريقه حياه، عارف اللايف ستايل المحترم. عاوزين نرجعه كده شويه، يعني الدنيا بقت هيصه قوي. انت تعاملتي مع نفسك ككلاينت وكبراند بالظبط، البراند دي هدفها ايه؟ كل هدفي ان انا اوصل توعيه، لا انسباير، تلهمي الناس، يعني عايزه توصلي لايه؟ كل ده جميل وفي البلان، بس الاساس صوتي انا، صوتي كنت عاوزاه يوصل باقصى شكل ممكن، لان انا شغاله اصلا شغلانتي هي صوتي، فانا لما جربت اعمل لنفسي في الاكونت دي براند صوتي، ما اتعملوش براند خالص، ما اتبعتش ابدا. حاولت امشي بس في السكه دي، قعدت سنه كامله بشتغل على السوشيال ميديا بصوتي بس، وبنزل محتوى بصوتي. يا ده انا اول مره نزلت مقطع كده من كتاب صوتي بصوتي، مليون فيو اتليست، يعني مش هنتكلم في اقل من كده، متهزروش يا جماعه، انا هكسر الدنيا. ده صفر، ده مش معقول. نفس الخمسه اللي بتحكي عليهم اللي هو برضو ما بابا، مفيش خمسه وماما. والله ما جابوا خمسه، ده مفيش خد، انا مسحت الفيديو من الاحراج، فروحت قلت خلاص بلاها بقى، قلت خلاص بقى. طب الصوت ده يوصل ازاي؟ لا ما احنا مش لازم نوصل الصوت بان انا طالعه مساء الخير يا جماعه النهارده هقول لكم، لا ما ممكن نوصله في قصه، ممكن نوصله في حكايه، فقلت هحكي قصتي وهحكي حياتي، هحكي حياتي وهدخل الناس في حياتي. على الاقل بس فيها، مش بتحس ان فيها اختراق للخصوصيه شويه؟ ما هو انت يعني، انا شخص اصلا في حياتي بيكي جدا، وبحب قوي اختار ايه اللي هقوله وايه اللي مش هقوله لاي حد عموما، حتى نفس الصحاب في نفس الشله تلاقي واحده عارفه كذا وواحده عارفه كذا، يعني مش كله عارف. بتعرفي ايه اللي بيبقى بينتشر للناس؟ انا عارفه ايه اللي بحكيه، والهدف كله في الاول وفي الاخر انت عندك التارجت ايه؟ ان انت توصلي صوتك، توصلي ان انت بتعرفي تأدي بصوتك. حلو، كل الكلام ده جميل جدا. الى ان خلاص بعد الشركه وابتديتي تشتغل على نفسك ككلاينت وعملتي الصفحه بتاعتك وابتديتي تركزي فيها قوي ان انا هبقى براند وهنجح وكل الكلام ده، وعملتي محتوى اسري، محتوى انت وبنتك فايا، وابتديتي تبقي ده بقى اللي جه فجأة خالص، بتناقشي موضوع كبير وتربيه حديثه ودخلتي نفسك في كلام كبير جدا. وليه بقى تربيه حديثه والناس تقول ده، طب ده صح، طب ده غلط، طب ما احنا كنا عادي ماشيين حلوين. عايزه ايه بقى بالتربيه الحديثه دي؟ لا انا مش عايزه حاجه، ان هم الناس تقريبا مفتقدين برضو صوره الام والبنت الطبيعيه. يا جماعه انا لو فيديوز، انا الفيديوز بتاعتي انا ما بشوفش ان انا بعمل فيها حاجه. انا اول حد كلمني خالص عايزين نناقش حضرتك في التربيه الحديثه في حلقه، مش عارف اول مره تحصل، فبقول لهم مين دي اللي بتناقش تربيه حديثه؟ انا انت كبرت الموضوع ليه يا جماعه؟ فقالوا لي وحضرتك بتلهمي الامهات يا جماعه لا انا ما بطلعش اقول، انا حتى ما بطلعش اقول نصايح، انا بطلع اقول التجربه زي ما هي حصلت كده، يعني الموقف كما هو. لا ما هو ده بالنسبه للناس بقى انسبايرنج. طب اوكي ماشي والله حلو. هل ده يعني ذاكرتي حاجه، ده درستي حاجه للتربيه الحديثه دي، ولا انت خدت اللي انت يعني الناس فهمت ان انت دي تربيه حديثه، ما فيش حاجه معينه، ما فيش نظام معين مشيتي عليه، فيش حاجه درستيها؟ يعني في كتب للتربيه الحديثه وفي حاجات كتير، هل درستي الحاجات دي ولا بس لذيذه مع بنتك فبقيتي تربيه حديثه؟ لا هو انا اساسا متربيه مع ام، يعني انا والدي دكتور بشري، كان اغلب الوقت مش معانا في البيت قوي،
تمام. مامتي خريجة كلية البنات جامعة عين شمس قسم علم نفس، فهي اصلا كانت دكتورتنا النفسية كده يعني، هي شخص محتوينا نفسيا طول الوقت، مشاكل نفسية بقى، مشاكل مع صحابنا والكلام ده في الاول. لا، والبيت اللي بيبقى عنده دكتور نفسي في البيت ده بيبقى انت بيكبر فاهم حاجات كتير قوي، فاهم الحساسيات وال لا ده انا كنت عايزه اقول لك، انا فاهمه حاجات بنظرياتها، انا فاهمه اسم النظريه يعني، ممكن حد يتكلم قدامي اقول له اه دي نظريه كذا. مامتي كانت بتشرح لنا نظريات نفسيه مش كلام. لما كبرت انا خلاص متعوده على ثقافه العلاج النفسي في البيت، انا طبيعي او السلام النفسي، انت خلاص اتعودتي ان احنا بنحترم قوي السلام النفسي لكل واحد في العيله بالظبط. يمكن بيوند سنة لا، العلاج النفسي اللي هو انا لما بقعد معاها بقول لها مشاكل فتحلها لي نفسيا. فلما اتجوزت بعدت قوي عن اهلي، حسيت ان انا اهلي قاعدين في بنها مش في القاهره، فانا لما اتجوزت قعدت في اكتوبر مسافه، بقيت يحصل مشاكل مثلا كلاش ما بيني وما بين جوزي، اعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ اروح لمين؟ مين بقى؟ هذا اروح فين؟ بس بتعملي من بنها مش هتعرفي لا مش عارف، انا مش عارف اعمل بنها لان انا اصلا من بنها. فهتروحي بقى هتروحي بنها على طول. قلت هشوف دكتور نفسي اتابع معاه. من هنا بقى لا دكتور نفسي سايكاتريست، وبروح بروح لدكتور طبيب نفسي جنبي، ما انا كل مره بقى اكلم مامتي ولا اروح لها. وحته الحساسيه ما بين ان انا احكي لمامتي فتشيل من جوزي، فانت مبدئيا عندك خلفيه جداً عن العلم النفسي بشكل عام كده من بعيد، مش دارسه حاجه لكن فاهمه ان هو الموضوع حساس شويه. وعندي طول الوقت حته ان انا دي بقى تبع شغلي جدا، حته الريسيرش، وان انا اقرا طول الوقت.